اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب يتذكروا لما حكينا في اخر الفيديو الماضي لما اسرع باسبورتوا، تمام، وحكى لسيده مستر فوغ انه يا سيدي انه انا لمحت على بعد بعض الاميال انه وجود بعش في رجل لديه فيل، خلينا نروح عليه. فقال لي يلا ليتس جو. الان نشوف شو صار في هذه الفقرة. They soon reached a small hut او hut، تمام. هم وصلوا ذي هون عادة عمين طبعا عائدة على اللي هم مستر فوغ. ومستر فرانشيس and باسبورت اختصاراتهم، تمام. They soon reached، تمام، وبسرعة، تمام، وصلوا a small hut، تمام. hut هون معناها كوخ صغير. شو معناها؟ كوخ صغير، تمام. ممتاز ممتاز. يعني هذا زي ايش؟ تايب نظبطها على السريع. تايب اوف هاوس، نوع من انواع المنازل. انكلوزد وذين سم هاي بيلينجز او بيلينجز، نعم. انكلوزد معناها مغلق، تمام. ممكن نحكي عنها كمان سيف، يعني مكان آمن. within some high bailings، تمام، والذي هو ايش؟ مغلق بايش؟ ببعض الهاي بيلينز. بيلينز معناها سياج. شو معناها؟ نحط تحتيها او فوقيها سياج، تمام. هاي مرتفع. اذا برضو هاي دليل انه جاك سؤال في الامتحان اقلبس الجملة او ما هي الجملة التي تشير انه كان المكان محمي، تمام. هذه هو ايش؟ الاجابة الصحيحة. Was the animal in question، تمام. كان هنالك سؤال، هو ايش؟ وكان هنالك الحيوان. in question هون معناها المقصود. يا سلام، تمام. تنسوش انه هاي كلام انجليزي، تمام. اذا هو الايش؟ الحيوان المقصود. an Indian came out of the hut، وهنالك رجل هندي خرج. came out معناها خرج. of the hut من ايش؟ من الكوخ تبعه. and at their request، تمام، بناء على طلبهم. ينادوه بين قوسين their عاد عامين كمان مستر فوغ ومستر فرانسيس فرانسيس اند باسبورت وا، تمام. conducted them with the enclosure، تمام. conducted هون معناها ادخلهم، تمام، فوتهم دخلهم جوا، تمام. them within the enclosure، enclosure هون معناها هي الحظيره. شو معناها؟ هي معناها ايش؟ الحظيره، أجلكم الله، تاعت الحيوانات، تمام. The elephant which، الويتش عاد مين على elephant، was reared، تمام. reared، نعم، reared أو reared، تمام، اللي هي معناها هنا يعيش أو يتربى، تمام، أو تم تربيته. فاتوا للمكان اللي تم تربية فيه إيش؟ اللي هو الإليفنت، اللي هو الفيل. not to be an animal that merely carried things around، تمام. ولا يبدو عليه انه حيوان. that merely، تمام، carried things، تمام، مجرد حيوان. merely هو معناها لم يكن مجرد حيوان. carried things، جاي carried things، يحمل الاشياء. قصده منه شكله هذا الحيوان مربع شيء ثاني، تمام. carried هو معناها ايش؟ يحمل. things هو معناها ايش؟ الاشياء، يحمل ايش؟ الاشياء. around، تمام، around هو معناها ايش؟ هنا وهناك. إذا يعني شغلته مش إيش؟ نقل ونقل. but for warlike، تمام. مين بتكلم هنا؟ تمام، الرجل الهندي. لكنه هو، تمام، for warlike معناه تم تربيته، تمام، for warlike purposes، لغايات. warlike هو معناها إيش؟ الحرب، تمام، لأغراض إيش؟ الحرب. الأغراض إيش؟ الحرب يا جماعة. ممتاز. عشان هيك، عشان هو لغايات الحرب was half domesticated، تمام. half domesticated معناها نصف أليف، نصف أليف، يعني شوي في عنده عدائية، تمام. مش أليف يعني لاستخدامات النقل، ولكنه موجود لإيش؟ لغايات الحروب، تمام. ممتاز. طبعا هاي الفقرة أكثر فقرة متكررة في الامتحان الوزاري، أكثر فقرة متكررة في الامتحان الوزاري هي هاي.
عليم بالله جت 30 مرة. Which words tell us that the elephant was kept safely away from direct contact with the human؟ أي الكلمات التي أخبرتنا، هذا سؤال وزاري، that the elephant was kept safely، أنه تم حفظه بأمان من التواصل المباشر مع البشر. إن لما حكون أنه موجود في enclosed، هاي الإجابة تمام باللون الأصفر، enclosed within some high bailings، تمام نعم هاي هي معناها اللي هي أنه كان محمي. How was the elephant reared؟ تمام أو reared، نعم اللي هي معناها اللي هو كيف تم تربية هذا الحيوان، as a half domesticated animal، ايش كان حيوان ايش نصف أليف. وللحرب اذا حد بيحط كمان للحرب برضو إجابة صحيحة. Why did، ليش الرجل الهندي decide to ايش rear an elephant، لماذا قرر هذا الهندي الرجل الهندي انه يربي، تمام rear طبعا rear معناها يربي هذا الفيل. He wanted it for fighting، واللي بحط كمان إجابة تمام، but for warlike purposes، برضو الإجابة صحيحة. خلينا نكتبها عندنا هنا تمام، برضو ممكن نستقبل هذه الإجابة كإجابة صحيحة تمام. نحط شحطة هنا هيك تمام، نحط إيش for warlike purposes. ممتاز تمام purposes طبعا هي اس نعم. يلا ننتقل الآن للفقرة اللي بعديها مباشرة حتى احنا نشوف الأمور كيف. يلا بحكي لكم الآن في هذه الفقرة happily وبسعادة تمام. however على أي حال، شو يعني however على السريع؟ تدل على opposition تمام، ودائما بيجي وراها ايش قلنا كوما. for Mr. Fogg the animals instruction تمام، اللي هو تربية instruction هون معناها تربية. الله اكبر، طب instructions مين معناها؟ تعليمات تمام، هي قصدهم تعليمات التربية لهذا الحيوان. اي حيوان لما يقول سؤال في الامتحان what does the word animal refer to، على ماذا تعود الحيوان؟ على الإليفنت، على الإليفنت صح ولا لا؟ the animals instruction تربية هذا الحيوان اللي هو الفيل in this direction بهذا الاتجاه او بهذا الاسلوب تمام، او على هذا النحو. يا سلام برضو اجابة صحيحة. had not gone far تمام، لم يذهب سدى. شكله عن جد ايش يعني عدائي، لم يذهب سدى. and the elephant still preserved its natural gentleness تمام، مع ان تمام لا يزال هذا الفيل يحتفظ بلطفه الطبيعي، انه كائن حي لطيف تمام. هون natural gentleness هون معناها اللباقة او لطافة جمال اللي بدكم اياه. كيوني هذا اسم الفيل، هذا يا جماعة نحط عليه ايش باللون البرتقالي والاخضر والازرق كيوني. يجيك سؤال في الامتحان what was the name of the elephant تمام، كيوني تمام. this was the name of the elephant، هذا كان اسم ايش الفيل. طبعا ممكن في الامتحان اللي جابوا هاي الفقرة تمام انهم يشيلوا كلمة هاي this was the name of the elephant، او ممكن يحطوها زي ما حطوها في احدى السنوات could ايش doubtless travel rapidly تمام، وهذا الحيوان يستطيع ايش بلا شك ان يسافر تمام rapidly بسرعة for a long time بسرعة ايش عند يحاول انه يضبط الوضع عشان يشتريه تمام. this اللي هو تعود على الحيوان was the name of the elephant could doubtless انه يستطيع بلا شك doubtless بلا شك travel ان يسافر rapidly تمام بسرعة كبيرة for a long time لوقت طويل. يلا ذكروني بكلمة rapidly اخذناها في الفيديو الماضي ايش دلالتها؟ يا سلام the importance حطيناهم زي قوس the importance of time تمام، أهمية إيش الوقت for a long time تمام. and in default of any other means of conveyance تمام، ولأنه تمام لا يوجد is default لأنه لا يوجد أي means of conveyance معناها وسيلة إيش قلنا معناها وسيلة نقل،
ولأنه لا يوجد أي وسيلة وقل نقل أخرى، مستر فوغ resolved to hire him، قرر، تمام، resolved هنا معناها قرر مستر فوغ، تمام، to hire him، أن إيش؟ أن يستأجره. يستأجر مين؟ الهم عاد عمين. يا سلام. طب استاذ شو هو حيوان؟ تمام، هنا تدلالة أنه هذا كائن حي، تمام، اللي هو على كيوني اللي هو الإليفنت. اللي بحط كيوني الإجابة صحيحة، واللي بحط the elephant برضو الإجابة also correct. طيب تمام، لو هون في عنده أي مشكلة حدا بإذن الله. لا، however the elephants are far from being cheap in India as they are becoming scarce. تمام، بحكي لك إنه الفيلة are far from being cheap، مستحيل، هاي جملة معناها كلياتها مستحيل أن يكون إيش؟ رخيص. يعني قصده منه إيش؟ expensive، إنه إيش؟ expensive. شان expensive؟ باهظ الثمن. يعني هاي إيش؟ هذا معنى عكسي، far from being cheap، مستحيل، هي قصده مستحيل يكون سعره إيش؟ رخيص. in India as they are becoming scarce، حيث أنها أصبحت نادرة. scarce معناها نادرة، في لها معنى آخر، كلمة رير يا جماعة، تمام، معناها نادرة. طيب ممتاز. male elephants الآن يحكي لنا عن اللي هو ذكور الفيلة. as they are only suitable for circus shows، هي فقط إيش؟ مناسبة لعروض السيرك. circus إيش؟ circus shows معناها عروض إيش؟ اللي هي السيرك. are much sought after، are much sought after، يا بي محلاها، تمام، sought after معناها يا جماعة استخدموها في الرايتنج، والله جميلة، معناها مرغوبة، تمام، مرغوبة، هي مرغوبة أكثر، especially as the majority of domesticated، تمام، وخصوصا، تمام، وخصوصا خصوصا إنه هذه الفيلة معظمها أو غالبيتها domesticated، إيش؟ لطيفة أو أليفة، تمام، عشان هيك دائماً اقتبس الجملة تشري إنه لازم يكون في السيركس shows، تمام، domesticated elephants معناها اللي هي الفيلة اللطيفة، هي الإجابة. شو اسمه؟ ما هي استخدامات اللي هي domesticated elephants اللي هي الفيلة الأليفة for circus shows؟ circus shows يا جماعة. when therefore Mr. Fogg proposed proposed to the Indian to hire Kuni، عندما، تمام، اقترح، هنا proposed معناها اقترح، proposed معناها اقترح، في أنا معنى آخر هي كلمة suggested، شطو suggest يا جماعة، suggested اقترح، وعندما لذلك اقترح مستر فوغ عليه على هذا الهندي to hire أن يستأجر كيوني. he refused، رفض رفضا، point blank معناها، تمام، رفض رفضا قاطعا، point blank يا جماعة هذا phrase معناها إيش؟ رفض معناها بشكل قاطع. refused point blank معناها رفض رفضا قاطعا. مستر فوغ persisted، أصر، أصر إنه يأخذ، ما فيش غيره. offering the excessive sum to 10 pounds، تمام، وعرض عليه مبلغا كبيرا، excessive sum معناها مبلغ كبير، مبلغ كبير يا جماعة، تمام، of 10 pounds بين 10 دنانير of an hour للساعة، for the loan of the elephant، تمام، لاستعارة هذا اللون، هو معناها استعارة، تمام، معناها استعارة هذا الفيل، to Allahabad، لمنطقة Allahabad. refused، رفض على السريع. 20 pounds، 20 دينار، مثلا على شكل على جنيه يعني، هو كان، تمام، يعني على سبيل المثال 20 دينار. refused also. 40 pounds، 40 دينار فقط للساعة. still refused، ما زال هذا الهندي يرفض رفضا ايش؟ قاطعا. طيب تمام، خلينا نشوف الأسئلة عليها. first one، how do we know that the elephant is not aggressive، انه ليس، تمام،
عدائيا. هيها يا جماعة، هيها هي الإجابة والله، هيها أيضا نحطها باللون إيش الأزرق الفاتح. تمام نشوف بزر... آه نعم ظابط. خلينا نشوف شو هي، بدنا هيا طلعوا يا اخوان جنتلز، هاي جنتلنس هيها وينها؟ ايوه نعم، اللي هي the elephant still preserved in his natural ايش gentleness. هاي اجابة السؤال رقم واحد، ممتاز. رقم اثنين، what is cuny the name of the elephant؟ ممتاز. why are elephant expensive in India؟ ليش ال شو اسمه الاليفنتس اللي هم الفيلة غالية جدا في الهند؟ because they are becoming scarce، لأن أصبحت إيش معرضة كلياتها للانقراض أو أصبحت في نادرة. or rare، إجابة صحيحة. why are male elephants much sought after؟ ليش مطلوبة أو مرغوبة أكثر حتى يستخدموها لإيش؟ للسيركس شوز، نعم اللي هو إيش عروض السيرك. what idea of the above lines represent؟ ماذا تمثل تمام الفكرة تمام الفقرة اللي فوق؟ إجابة الفقرة الأولى اللي هي لعند النقطة يا جماعة، اللي هي لعند اللهم صل على محمد، لعند كلمة هون، لعند هون، لعند كلمة domesticated، هنا كانت تدل على transport على النقل. طيب بعديها من عند كلمة وين لهون شو إيش المين ايديا؟ المين ايديا يا جماعة ممكن يقسموها نصين الوزارة، هنا تدل على إيش اللي هو the importance of money، أهمية المال، إذا معك مصاري تشتري بدك إياه، صح ولا لا؟ ممتاز ممتاز ممتاز، يلا يا جماعة هانت والله هانت، يلا شدوا الهمة يا ناس، يلا قربت بسماش صوتي من يوم طالع، يلا يلا خلينا نشوف الآن نكمل الفقرة ما قبل الأخيرة، نمسح اللي فوق حتى إحنا نريح شوي. طبعا بإمكانك توقفوا الفيديو طلابي أحبابي تمام، وتصوروا اللي هو أو توقفوا الشاشة وتكتب المعاني اللي بدكم إياها. طيب تمام الفقرة اللي بعديها نقول بسم الله. يلا بسم الله. فيليس فوغ أو فيليس فوغ أحيانا تلفظ تمام، اللي هو فيليس فوغ without getting in the last florid تمام، بقول لك من دون أي انزعاج يا the least florid ولا انزعاج على الأقل، يعني قديش هون ايش قصدهم؟ calm. طبعا florid هون معناها angry تمام، بس لما قال لك the least without هون صار ايش هون أنا عكس المعنى تمام اللي هو عدم الغضب. then proposed to purchase تمام the animal outright تمام، و propose عرض تمام او اقترح، اخذناها قبل شوي معناها suggested to purchase تمام ان يشتري هذا الحيوان outright تمام ان يشتريه على الفور. and at first offered وعرض عليه في البداية 1000 pounds for him وعرض عليه 1000 جنيه for هم لهذا الإليفنت اللي هو كيوني عفوا. The Indian perhaps thinking he was going to make a great ايش bargain. bargain هون معناها هاي معناها صفقة، شو معناها؟ صفقة اللي هي معناها ديل. طيب ممتاز، إذا قال لك يا عمي خليني ايش أصبر شوي بلكي ايش الزلمة دفيع شكله تمام. لاحظ الآن كيف، لأنه ايش من فوق عرض عليه 40 باوندز عشان استئجار ساعة على الساعة، قال يا عمي خليني استنى شوي perhaps ربما thinking he was going to make a great bargain ممكن هو يعمل ايش صفقة عظيمة، الزلمة طفران معوش يوكل تمام. اللي هي هون عاد عمين على the Indian man، the Indian man. طيب ماشي at 2000 pounds the Indian yelled او yelled تمام yelled تمام انبخع خف عقله يعني صار يصرخ تمام. صرخ الهندي اوف 2000 جنيه عشان فيل. وات برايس، مين بيحكي هون هسه؟ الخادم. ما هذا السعر؟ جود هيفنز نيالك نيالك كل هذا تمام.
كرايد باسبورت وبعيط من جوا يا ريتني ما كان هذا الهندي لانه متخوزق تمام فور ان اليفنت كل هذا عشان فيل انا اذا وات ايديا ذا ابوف لاينز ريبريزنت هنا كمان ايش ذا امبورتنس اوف ذا ماني هاو ماتش ماني ديد فيليس فوغ ات فيرست اوفر كم قدم او كم عرض في البدايه تمام اللي ايش كم قدم عرض لفيليس فوغ الهندي في البداية for buying the elephant £1,000 how much did the elephant cost تم كم هي تكلفة هذا الفيل £2,000 بيجي كمان سؤال والله هسه أنا خطر ببالي وعن قاعد بشرح لو حطينا هذا السؤال مثلا على سبيل المثال what are هاي السؤال what are the prices الأسعار what are the prices that offered التي عرضت to the Indian man وهي علامة السؤال ايش نحط 1000 pound and 2000 باوند اول مرة 1000 والمرة الثانية قديش 2000 تمام هذه هي ايش الفقرة الثالثة او ما قبل الاخيرة يلا ننتقل الان مباشرة طلابي بعد ما نصور او ناخذ وقتنا في كتابة المعاني تمام والانتباه لمعاني بعض الكلمات حتى احنا ان شاء الله ما يكون في عندنا اي مشكلة تمام طبعا هاي اسئله الكتاب يا جماعه بتجاي من عندي وبيجيكم قطعه صغيره لا تتعدى الاربع خمس سطور وبيجي عليها مباشره ايش بيجي عليها اسئله من الكتاب وراح يجيكم زي ما اتفقنا سؤال على ايش فهمك وفهمك لهذه الستوري تمام طيب تمام الان ننتقل للفقره الاخيره على السريع يلا نقول بسم الله يلا هانت يلا يا جماعة هانت الفقرة الأخيرة بتحكي لكم إنه at only remained now to find a guide خلاص شروه أمورهم تمام 2000 تحكي أنت ذاك ما صدق it only تمام لم يبقى it only هنا معناها إيش لم يبقى it only remained لم يبقى الآن now to find هو إيجاد a guide تمام دليل انه ليش نلاقي ايش دليل انه ايش ياخذنا وين على الله بعد تمام صح ولا لا which was comparatively easy ولقد كان ذلك بالمقارنه سهلا بالمقارنه تمام نوعا ما تمام وكان سهلا comparatively معناها سهلا نوعا ما والله لو جيت سالت اسهل من شو اسهل من المينز of transportation أسهل من إيجاد وسيلة إيش finding a means of transport أسهل من إيجاد وسيلة نقل a young Parsi شاب فارسي with an intelligent face تمام بإيش وجه بشوش تمام يعني مبين انه الولد قطاع بحربوق يعني حرك يعني فهمان تمام offered his services تمام قدم وعرض عليهم خدماته his هنا عاد عمين على الباريسي مان او guide which هنا عاد عمين على services Mr. Fogg accepted واللي قبلها مباشرة مين Mr. Fogg بدي يوصل وين على الله أباد promising واعدا اياه so generous reward تمام بايش هاي معناها كلياتها معناها مكافاه تمام مكافاه سخيه مجزيه يعني اشي لرات عفق تمام as the materially simulate his zeal يا باي مقواها يا جماعه هاي كلمه ترى انجليزيه بحته
تمام، شوف العنصرية بتقول لك والمصاري تمام شجع تشجيع مادي، قصده من شراب المصاري يعني تمام، وشجعه تشجيعا تمام ايش تشجيعا ماديا، يعني قال له والله لظبطك تمام. The elephant was led out and equipped ايش equipped او equipped، نعم equipped تمام، بيحكي لك تم قادوا led out معناها قادوه لا الفيل and equipped تمام وايش وجهزوه، equipped معناها تم تجهيزه، شو معناها تم تجهيزه. طيب ممتاز. Provisions were purchased at Colby and تمام بحكي لكم ايش هاي provisions، تمام بحكي لكم والمؤن purchased تم شرائها at Colby تمام في المنطقة اللي وقفوا فيها اللي هي اللي انتهت عندها السكة. And while Sir Francis and Mr. Fogg took the hoods on either side جلس كل من الناس الفخامة هذول الليرات مستر فوج ومستر فرانسيس أخذوا مكانهم على الهودز، عندنا في الأردن بنسميه الهودج تمام، اللي هو زي السنام زي تبع اللي حضر اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي العيال الصالحين لما رجعوا، أو مش عارف نصار لما رجعوا من الحج كيف كانت تلعب زي الخيمة جوا على الجمل كانت تلعب يمين شمال، هذا هذا بسموه الهودج تمام. الآن كان قاعدين على يمين ويسار، هاي كيف انا عرفت من كلمة ايش either side ايش قبال بعض تمام، على ايش على الهودج اللي هو ظهر الفيل. بس بورتو المسكين هذا got astride the saddle cloth between them تمام، وجلس تمام الخادم باسبورت وفوق السرج تبع الهذا تخيل يعني فوق الرقبة بشوي تمام، بين ساقيه قماش السرج يعني سرج يعني ماسك يعني لولا اللي هم خيوط السرج تمام، اللي هون طبعا سدل كلوث هو معناها السرج تمام، لولا السرج لولا الله ثم السرج كان ايش اللي هو انا ايش داعس عليه الفيل اصلا زمان، فالان كان ماسك في حبال السرج وقاعد ما بين ايش اللي هو ما بين مستر فوغ وما بين مستر فرانسيس between them هون عاد عمين عن مستر فوغ and مستر فرانسيس. The Parisi perched himself تمام، ويقول لك وثبت هنا معناها ايش ثبت نفسه تمام، هذا الفارسي جل ايش ثبت نفسه on the elephant's neck على رقبة الفيل at 9 o'clock وفي تمام الساعة التاسعة تمام. They set out هنا انطلقوا go out تمام، انطلقوا from the village من قرية ايش كولبي تمام. The animal marching off through the dense forest of ايش بلانز تمام، بقول لكم بلايمز اوف اوف بالمز بحكي لكم اللي هو the animal ايش marching شيء marching سارة مشي تمام، يعني خلاص تمشوا through the dense of forest اللي هي ايش الغابات او الغابة الكثيفة اللي هي غابة ايش كولبي تمام of بالمز تمام ما بين النخيل، يعني زي كنه بيحكي لك انه يورديك انه الزلم الفارس اخذهم من طريق مختصره by the shortest cut تمام، ليش في اقصر طريق ممكن تمام. هاي هي الان الفقره، طبعا هون وقفت اه خلاص انتهت الفقره تمام، لانه ما بقدر اكبر لك اياها اكثر من هيك الها بقيه يعني. How many people traveled the elephant كم عدد الاشخاص خلينا عندهم فيليس فوغ مستر فرانسيس و باسبورتوا والباريسي جايد، اذا اربع اشخاص تمام. واي ليش مستر فوغ بروميس ذا جايد تو سو جينيروس ريورد ليش وعده بمكافاه سخيه تو ميترلي سيمولييت هيز زيل تمام، حتى انه ايش يشد معهم يمشي على السريع. هو واز ذا جايد ا يونغ باريسي فايند اورد سؤال مهم Find a word in the above lines, which means a seat, مجلس for riding an elephant. مكان نجلس فيه الناس اللي بيقعدوا إيش بيركبوا على الفيل اللي هو إيش الهودز. تمام. طيب لو قلنا سؤال بالله أعطيني two types, تمام of things that people can ride on them. مكانين ممكن الناس يعني
يركبوهم الهودز. and قلنا ممكن نحكي ايش the animal and the animal's neck اجلكم الله اللي هو ايش رقبة الحيوان. where did the guide sit اين جلس الدليل اللي هو الفارسي on the elephant's neck على رقبة ايش على رقبة الفيل. تمام، اذا هذه الاسئلة المحتملة على هذه الفقرة والموجودة في الكتاب مع الاضافة بعض الاسئلة من عندنا. يا جماعة الخير شفتوا كيف هانت؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. الآن الدور تمام ختامها مسك وفي ذلك تمام ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآن يبدأ الطالب الخرافي من الطالب المتوسط من الطالب الضعيف اللي هو مش ماين على حاله يدرس عشان مستقبله. تمام، هون ببين الآن الطالب اللي بده بسعى لمستقبله بده يشوف حياته المستقبلية لقدام في مكان محترم. تمام، مع احترام لجميع الأماكن والوظائف، ولكن لا ننسى أن أبواب لدينا مليون باب للنجاح لا ندخلها إلا من باب الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. ولا ننسى أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة أيضا فعليه بالعلم، ومن أراد كلا من الآخرة والدنيا فأيضا عليه بالعلم. أنا أشكركم شخصيا على جهودكم الجبارة خلال الفصل، على أنكم تحملتوني وتحملتوا قرف اللغة الإنجليزية. تمام، وأنا تمام من هذا المنبر أقول لكم ربي 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 ينجحكم، وأشوفكم في أعلى المراتب، وتجونا بعد هيك على 5 6 سنين تحكوا لنا والله هينا نشتغل في مكان فلان. تمام، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وما كان من خطأ فمني ومن من الشيطان، وما كان من صح فهو توفيق من عند الله. تمام، أراكم في أقرب وأسعد حال. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.